حاجات والطبق مش نظيف لسه وكده. سيب كل اللي في ايدك، انا عايز دلوقتي. يلا حبيبي. خير يا سامي؟ في ايه؟ البنك بتاعي ده مجموع مع بنك تاني، ومن ساعتها ما بقاش عندي السلطة بتاعت زمان. يعني القرض بتاعك جه معاد سداده، قدامك شهر واحد، يا تبتدي تدفع في القرض يا هيضطروا ياخدوا معاك اجراءات قانونية تانية انا ما احبهاش. شهر واحد يا سامي؟ ده الموسم لسه في اول، هنلحق امتى ومنين نجيب المبلغ ده كله؟ انا جيت لكم هنا بعد ما فقدت الامل. البنك مصمم والقرار ما بقاش بايدي زي زمان. سامي انا ما اقدرش اوفر المبلغ ده في 30 يوم، مستحيل. انا اسف مش هقدر اعمل حاجه. انا والله لو معايا الفلوس ما كنتش هتاخر لحظه واحده، وانا كل يوم بطالب العالم بفلوس زي ما تكون دي بقت شغلتي. انا متاسف يا فؤاد. ما تضايقش نفسك يا سامي، انت وقفت جنبنا كتير، احنا عمرنا ما هننسى وقفتك جنبنا، هي بس الظروف. شرفت يا سامي. مرسي على القهوة يا هدى.